بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض، لو انا عندي حائط وعندي سقف مائل، فعايز الحائط يقف عند السقف المائل، هقول له وول، هخليه يوصل للدور التاني، جراوند للدور التاني. اوكي، هرسم غرفة، هقول له روف، هدخل جوه الروف الميل 5. كويس، هرسم اتجاه الميل بتاعي وابدأ ارسم السقف 0.5 عشان ادخل على الموضوع بالشكل دوت. اعمل سيلكت، تمام. ممكن اختار اداة تانية عشان يعمل لي على الحاجة اللي انا هعمل عليها سيلكت كامل، بس يعني انا واخد جزء من الروف عشان كده مش هيجي معايا الحاجة، بس اللي كلها وقعت في السيلكت هو اللي ياخدها معايا، تمام. ادوس رايت كليك واختار من هنا كروب تو سنجل بلان روف. بيقول لي انت عايز كروب اليمنت توب، اقول له اه، يقطع على اي حاجه اللي فوق. ممكن اقول له كروب اليمنت باس بيس، لو انا عندي عايز اقطع مع الارضيه كروب، خلاص اتقطع بقى معايا الشكل دوت. في طريقه تانية ان انا هعمل سيلكت عليهم كلهم، دوس رايت كليك واقول له كونكت تريم اليمنت تو روف اور شيل. بيقول لي تحب استخدم الروف اللي انت تدخله جوه السيلكت ولا اختار روف جديد؟ اقول له لا، استخدم الروف اللي موجود تريم بالشكل ده. فدول طريقتين بحيث ان انا اخلي الحوائط يقف عند السقف المايل او اي سقف عندي.